هاي مظلات بشار بضرب شعبه فيا، مو اذا بتضربنا في مظلات بتضربنا. هاي شو كانت حاملة؟ هاي حاملة قنبلة برميل تلقية المروحية على مسافة بتطبع على الأرض. الله أكبر. هاي رجولتك يا بشار من السماء، بس فوقك فوق مروحياتك وطيرانك في الله. الله أكبر منك ومن طياراتك ومروحياتك. وبإذن الله ما بنتراجع عن هالطريق اللي ركبناه إلا النصرة والشهادة. إن شاء الله. إن انتصرنا فوز عظيم، ونستشهدنا فوز إلنا في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. ضربنا في مظلات، ضربنا في براميل، كيماوي ضربتنا، ضل شي ما ضربتنا فيه ضروب. هاي مدنية، هاي عالم تركت أراضية. طلع صوروا الأرض شلون العالم تركت الزرع وتركت الزرع ومشت. مواسم البلد، خيرات البلد شلون تركوها ومشوا من وراء طياراتك ومظلاتك. يا خاين، يا عميل إيران، يا مدافع الأول عن إسرائيل،